السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة الصندوق الأسود في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن لعبة بابجي واللي بيحصل للشباب والأطفال من لعبة بابجي، وهتتصدم لما تعرف اللي حصل دلوقتي. بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن لعبة بابجي، اللعبة اللي انتشرت عالميا بسرعة البرق في جميع أنحاء العالم، وآخر ضحايا لعبة بابجي اليوم. ضحايا لعبة بابجي كان آخر الضحايا الشاب طارق الترك، وده طبعا في ذمة الله بسبب لعبة بابجي. طبعا الغضب وقضاء الوقت الطويل ما يزيد عن 8 ساعات كان سبب في وفاة هذا الشاب، والطبيب الشرعي لما شرح جثته قال ان في احتشاء في القلب بسبب العصبية، وطبعا بسبب الضغط العصبي والزعيق والشخط والتوتر اللي بيبقى أثناء هذه اللعبة أدى إلى احتشاء في القلب وتوفاه الله في الحال. طبعا بعد ما العصبية الشديدة اللي تعرض لها طارق الترك أدت إلى دوخة، فسقط على الأرض وأصيب بنزيف داخلي، وأحد رفاقه قال كنت بلعب أنا وهو، وفجأة سمعت صوت سكوته، يعني واحد من أصحابه قال أنا وطارق كنا بنلعب اللعبة مع بعض، وسمعت في صوت اللعبة سمعت صوته وهو بيقع، سمع الدبة والخبطة وهو بيقع. طبعا هو مفكر ان حاجة حصلت حواليه او كده، بس للأسف طبعا طارق كان سقط على الأرض وأدى إلى انصدم بالأرض وأدى إلى نزيف داخلي وتوفاه الله في الحال. ولما الطبيب الشرعي شرح جثته قال إن ده احتشاء في القلب بسبب العصبية. وطبعا بننصح كل الآباء والأمهات بمسح هذه اللعبة من على موبايلات أولادنا، ربنا يحفظنا جميعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، بس أخبارنا وأسرارنا لسه ما خلصتش. استنونا في فيديو جديد في قناتكم قناة الصندوق الأسود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.